إلى جانب حرب الأدمغة التي يديرها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية عبر استهداف منظومات المراقبة والتحكم والتجسس على طول الحدود مع لبنان، برز الحديث أخيرا في إسرائيل عن حرب نفسية قاسية يمارسها حزب الله ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، حرب يتم فيها إرسال رسائل نصية وفيديوهات إلى الهواتف الشخصية لرؤساء المستوطنات والمستوطنين ومراسلين، يحذرهم فيها الحزب من استخدام الجنود لمنازلهم ويربط بين إنهاء الحرب على غزة وعودتهم إلى تلك المنازل. لقد تلقيت عبر الواتساب بيانا من حزب الله يحذرني فيه شخصيا كرئيس منتدى خط المواجهة من أن سكاننا لن يستطيعوا العودة إلى منازلهم إلا بعد انتهاء القصة في غزة وخروج الجيش من هناك. حزب الله أرسل رسائل تهديد وحتى فيديو عبر الواتساب إلى رؤساء المجالس والمستوطنين بشأن عودتهم إلى منازلهم. حزب الله يمارس حربا نفسية ويصل إلى الهواتف الشخصية لرؤساء المجالس والسكان ويفعل كل ما في وسعه للمس بمعنويات الجمهور الإسرائيلي والقول له إنه هو من يقرر متى يعودون إلى منازلهم. وصول رسائل نصية إلى الهواتف الشخصية لرؤساء المستوطنات في الشمال هو محاولة من قبل حزب الله في رأي هؤلاء الرؤساء لرسم معادلة جديدة وبأسلوب جديد تظهر بوضوح من هو صاحب الكلمة الأخيرة في الميدان. يبدو أن حزب الله أرسل معادلة على هواتفنا تقول أن سكاننا رهائن في أيديه ونصر الله هو من يحدد وتيرة عودتهم إلى منازلهم. هذه ليست المرة الأولى التي نتلقى فيها بيانا من حزب الله، ولكن في هذا البيان تحديدا وخلافا للبيان السابق الذي يقول لنا لن تعودوا، يرسم نوعا من المعادلة التالية: عندما يتوقف العدوان في الجنوب تستطيعون العودة إلى منازلهم. وعلى وقع غياب الحلول في الأفق أمام المستوطنين، قال محللون إن المجتمعات في الشمال مهجرة منذ أكثر من 7 أشهر من منازلها، وهي تتفكك جسديا واقتصاديا ونفسيا، ويعيش أفرادها حالة من عدم اليقين وانعدام الأمل ومن الخوف حتى الموت من غياب الأمن في الشمال. منال إسماعيل، الميادين.